عسلامة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نطيبوا مع بعضنا مرقة بطاطا بالبقري، مرقة بنينة، مرقة تونسية سهلة، وان شاء الله ما تاخذش منا برشا وقت. وبالنسبة للمكونات باش نستحقوا مغرفة ونص طماطم، شوية تابلو كروية، مغرفة صغيرة فلفل زينة، شوية ملح، كركم شطر مغرفة صغيرة، شوية جارليك بودر، هذا اوبسيون من عندي انا، ومغرفة صغيرة هريسة عربي. اول حاجة عملتها قصيت البصل، وباش ناخد الزيت ديجا حاطة الطنجرة تسخن، باش نوريكم. اول حاجة خديت الطنجرة باش نحط الزيت. بسم الله، باش نحط البصل، في نفس الوقت وقت الزيت يبدا يسخن والبصل في الطنجره باش نحط اللحم، خاطر اللحم لازمك تحطه على زيت سخون باش يعطيه لون وما يسيبش الماء نتاعو من اللون. خليه يتقلى شوي ونرجع لكم ان شاء الله. وتو في المرحله هذه نحط الفحات نتاعنا، لكن كنتوا اول مره تشاهدوني مرحبا بكم من الكل، عملوا لي لايك واكتبوا لي كومنتات باهيه، ربي يبارك لكم، وشجعوني تضغطوا على الجرس باش ياخذ لكم اي فيديو جديد. باه بسم الله، هذوما توا باش نحطهم مع بعضهم، الفحات والطماطم. البنات بالنسبة للحم البقري خليه يطيب في عقله، معناها تفقسوا في الغاز باش يطيب في عقله، خاطر كان باش تعطيه نار قوية يبقى يطيب عليها يطيب لك من برا ويجيك من برا ويجيك من داخل ني. شوفوا اللون ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الريحة، ما شاء الله بدات تطلع من توا. خليه يتخلى شوية مش برشا، مرقة بطاطا تونسية زمنية، ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. وتوا باش نمرق بالماء السخون. نصيحة اخرى، ما تمرقوش بالماء بارد البنات، خاطر تمرق بالماء بارد الوصفة ماهيش تجي كيما تمرق بالماء السخون. نتبع بشوي بشوي الماء، ما نحطش برشا ماء من اللول، باش نغطيه توا ونخليه يطيب في عقله. وقعدوا معايا باش تشوفوا المراحل. وطبعا يا جماعة وانا قريب يطيب اللحم نحط البطاطا، حسيتها بالطريقة ذيكا نعطيها تحريكة ونغطيهم ونكمل باش نخلي الطنجة تطيب عقلها. وديجا عندنا لهنا محضرة شوية فلفل أكحل وسنينة ثوم، هذوكم نحطوهم في الأخر بالكل، واللي عنده قرايب فلفل يرمي في الأخر بالكل. الحاسيلو اقعدوا معايا ما تبدلوش باش تشوفوا الشكل النهائي، بحول الله الوصفه باش تعجبكم. وهذه المريقه نتاعنا حضرت ما شاء الله تبارك الله، اللحم طايب زبده ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كالمنظر يحكي وحده ما شاء الله. البطاطا زبده، اللحم طايب زبدة في حقه أكيد، اللهم بارك مع خبيزات دياري. عندي برشا وصفات البنات متاع خبز في القناة، إن شاء الله تجربوا الوصفة إن شاء الله تعجبكم وتعطيوني رأيكم في الكومنتات. وبارك الله فيكم الناس الكل اللي شجعني بلايك واللي يشترك عندي في القناة، هذه الكل تشجيع.
فضل من ربي سبحانه. واستنوني ان شاء الله في فيديو اخر. بسلامة البنات.